وحاجة نهني الشعب الليبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونهني الشباب هاد اللي قايمين بالواجب هذا في كل سنة، وإن شاء الله بارك الله فيك. شنو كان انطباعك في مشاركتك اليوم في قتامة بو شماش؟ والله أنا رديت لين الملعب هذا كنت ألعب فيه وأنا صغير، رديت ذكريات الأولى و أجيال أجيال هوني. إيه ذكريات حلوة يعني. ذكريات حلوة ما شاء الله تربينا فيه من أيامات القديمة. باي بارك الله فيك. يعني احنا لو تكلمنا عن الفئات الثانيه اللي بتشارك في هذا الدوري يعني الوطني. فئات هي سنيه من اعمار اعمار هي. ايه وعندي ما عندي حتى ولدي مشارك معاها مراحل. بارك الله فيك. شنو هي الرساله حاب توصلنا لنا؟ نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والله نتمنى لكم التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نترحم على المراحيم اللي دارين على خاطرهم الدوري هادو، زي محمد فرج رحمه الله عليه، الياس بحرون، محمد لخي كذلك، وكل كل شخص عزيز فقدنا. احنا دارين دوري على خاطره هو وبمجهودات الشباب ما شاء الله قدرنا ننجحوا ونديروا حاجه باهيه للمنطقه، وهذا مش غريب علينا، احنا كل سنه نديروا فيها باش الصغار يلعبوا ويغيروا جوهم ويطلعوا من الضغط النفسي اللي هم فيه، والحمد لله ماشي الامور الحمد لله. بارك الله فيك يا اخوي عبد السلام، نتمنى التوفيق. طبعا البرامج اليوم اكيد في افطار جماعي، رساله واضحه يعني حتى دعمنا لقضايا فلسطين، شهداء غزه، بارك الله فيك. شنو هي الرساله حاب توصلها عبر قناتي باسمية ماك توفيق ان شاء الله؟ والله الرساله حاب نوصلها استاذ عبد الروف، ان ضروري ان نكون يد واحده، يعني الوقت هو يعني تشوف عبد الروف كيف، يعني ضروري نكون متكاتفين متعاونين، يعني احنا بدينا باب ومش ماشى غدوه نلقاها في مزران، نلقاها بالخير، نلقاها في الهضبه، يعني الحاجه هذه ضروري تكون متوارثه، نعلموها لصغارنا من توا، يعني حتى بالكبر يكونوا يد واحده في كل حاجه ان شاء الله باذن الله. السنه هذه زي كل سنه متعودين انا نديره في الدوري، ومجهودات ديما ذاتيه الحمد لله، لكن الحمد لله جاي افضل من السنه اللي قبلها. واليوم درنا مباراه افتتاحيه حبينا نفتحوها احنا مباراه قدامى، ما بناش نديروا مباريات الدوري، حبينا نفتحوها مباراه قدامى، خلينا نلموا بعضنا، نلموا شملنا، وان شاء الله يا ربي يلم شمل اهلنا كنا في ليبيا يا رب العالمين. لاحظت يا اخوي احمد معلش في شعارات تتعلق بشهداء فلسطين ودعم القضيه، كيف تشوف الشيء هذا يعني؟ اكيد ما فلسطين قصدي ديما في قلوبنا، وديما قصدي نفكروا فيهم ان شاء الله ربي يكون في عونهم وينصرهم يا رب العالمين. حتى درنا والله درنا قصدي قاعدين متاثرين بها ليومنا هذا، قصدي ما فاجع بمعنى الكلمه. قصدي الله فيك اخوي احمد، اتمنى لك التوفيق. شنو رسالتك حاب توصلها عبر قناتي باسميه ملك التوفيق؟ والله ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان شاء الله رمضانكم مبارك، ونتمنى منكم ان قصدي نساعدوا بعضنا ونوحدوا صفنا ويسرنا خلافات ويسرنا قصدي حروب ويسرنا عراك في بعضنا، قصدي في النهايه الدنيا شني عباره عن تلقيط اجر زي ما تشوف. حتى الدوري هذا علاش احنا مدايرينه كله؟ قصدي من اي حاجه فيها اجر نسارع ونمشوا لها، فهمتني؟ وان شاء الله يا ربي يوحد صفنا ويوحد كلمتنا ان شاء الله والخير يا رب. بارك الله فيك.